طيب خليني اقول لحضراتكم النادي الاهلي بيتعامل ازاي في جزئيه مرض كورونا والاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي بيتخذها النادي الاهلي واللي ابتدى فيها من امبارح في الحقيقه، وخد بعض الخطوات المهمه من خلال عمليات التعقيم الكامل لكل الاسطح والارضيات والاجهزه المختلفه داخل النادي سواء في الصالات الرياضيه او الجيم، وكذلك غرف الملابس والحمامات والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدي أثناء الدخول في أو من بوابات النادي، وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والمنافذ، مع عدم استخدام أكواب الزجاج وإغلاق جميع القاعات بشكل مؤقت لتعقيمها بشكل كامل. وتتضمن الخطوات الاحترازية أيضا حملات التوعية للجميع داخل النادي من خلال عقد ندوات طبية في الأماكن المفتوحة، وكانت أول ندوة كانت بالأمس في الحقيقة، وأيضا ملصقات توعوية من خلال اللجنة الطبية بالنادي، وكذلك الاستعانة بأطباء الفرق المختلفة في توعية الأجهزة الفنية واللاعبين مع توفير جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة، ده أمر مميز جدا في الحقيقة، طبقا للإجراءات الوقائية بدافع الحفاظ على الأعضاء واللاعبين والمدربين وجميع الأجهزة المختلفة في كل الألعاب بالإضافة إلى العاملين داخل النادي. خليني أقول لحضراتكم كمان النهاردة كان في اجتماع، وهو اجتماع خاص ببحث موقف الأنشطة الرياضية الداخلية في فروع النادي الثلاثة، ده اجتماع من خلال العميد محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي الأهلي مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير إدارة النشاط الرياضي. الاجتماع ده هيتم الاستقرار فيه على تصور شامل بخصوص هذا الصدد، وبعد كده يتم إعداد تقرير، التقرير ده يعرض على رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة لاتخاذ كل ما هو صالح والقرارات الأمثل يعني في صالح النادي الأهلي وأعضائه بكل تأكيد. ومن ضمن كمان الأخبار يعني بشكل مبدئي كده ان الاهلي يرجى استضافه بطولتي افريقيا للكره الطائره والرجال والسيدات، دي كانت بطوله الكره الطائره بطوله افريقيه كانت هتبقى للرجال والسيدات مع نهايه شهر مارس، خلاص تم ارجاء هذه البطوله لحد ما نشوف الامور هتستقر بينا على فين، يعني تاجيلها لحد دلوقتي لغايه لما نشوف التطورات بخصوص الوضع في الرياضه المصريه. اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل في النادي الاهلي يعني بنسبه كبيره هيتم اغلاق كل المطاعم، الاعضاء اللي حابب طبعا يجي النادي الاهلي هيكون موجود لكن هيقعد في الحدائق المفتوحه، ما فيش اي تجمعات او اي صالات جوه النادي الاهلي هيبقى فيها جلوس خالص لاي اعضاء من اعضاء النادي الاهلي، لكن دايما باب النادي الاهلي بيبقى مفتوح لاعضائه، لكن من خلال الجلوس في الاماكن المفتوحه والحدائق داخل مقرات النادي الاهلي المختلفه سواء في الجزيره الشيخ زايد او مدينه نصر. دي اهم الاخبار يعني بتتعلق بالنادي الاهلي. احنا عارفين طبعا النشاط الرياضي خلاص تم ايقافه يعني بشكل رسمي، فبالتالي مفيش اي تدريبات كده، مثلا الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي كان اجازه النهارده حتى لو ما كانش تم ايقاف النشاط الرياضي، لكن الواضح ان هيبقى في برنامج محدد للفريق خلال المرحله القادمه بشكل يعني مفصل بكيفيه ان انت تبقى جاهز في حاله عوده النشاط الرياضي بعد اسبوعين، في خطط اكيد هيتم وضعها للتعامل مع هذا الموقف من قبل الجهاز الفني لكره القدم النادي الاهلي، مش كره القدم بس، كل الاجهزه الفنيه في مختلف الانشطه داخل القلعه الحمراء. فاروق جاهز معانا يا جماعه؟ طيب يعني كمان شويه هيكون معانا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي واللي كان موجود هناك في النادي بخصوص الاجتماع اللي جرى اليوم بين المدير التنفيذي للنادي الاهلي ومدير النشاط الرياضي بالقلعه الحمراء للاستقرار على اخر التطورات بخصوص النشاط الرياضي في النادي الاهلي.